إعطاء يعني بعض الاستشارات القانونية، فالأمر مرد لتنظيم القانون. لكن العيادات القانونية تحتاج إلى فلوس، إلى أموال، وبعض الأشخاص قد لا يملكون هذا المال، يعني أليس مناسب أن يكون في مراعاة لحالهم ولوضعهم؟ هو الحقيقة يعني إحنا على حتى نطاق المحاكم، يعني اللي ما عندهوش محامي بيتم انتداب محامي له أمام المحكمة، وتتكفل وزارة العدل بالرسوم القضائية كاملا. لكن هنا في مجال القضايا هو بيسأل على استشارة سابقة على اللجوء للمحكمة، لا، لابد من التوجه لمكاتب المحامي. يعني سأرجع إليك بسؤال آخر، كنا نتحدث عفوا، السؤال المطروح كان بخصوص معايير القانون. نعم بالضبط. الأخ محمد رضوان، مراجعة القانون بتبين أنه مشابه جدا لل European Convention for Cyber Crime يلي صدر سنة 2004، وإذا معلوماتي صحيحة يمكن مصادق عليه من تقريبا 45 دولة. فالمعايير أنا برأيي هي معايير ممكن القول عنها دولية. هل في هناك معايير خاصة بدولة قطر؟ لربما يعني في بعض الأمور اللي تم تعديلها أو يعني دوزنتها بشكل لا تصير مؤاتية للأحكام والقوانين الأخرى الموجودة في دولة قطر. إنما نظرا لموضوع القانون اللي هو الجرائم الإلكترونية، هو بحد ذاته موضوع عابر للحدود، بستبعد أنا يكون في أمور بس خاصة في قطر بهذا القانون. طبعا لا أقدر أعطيك جواب دقيق، لازم أكون مطلع على نفس القوانين بأكثر من دولة واللي ما عندي خلفية فيه بكل صدق. بس جوابا على سؤالك، المعايير هي حقيقة معايير دولية، والمرجع هو الـ European Convention for Cyber Crime. حتى أكون عمليين شوي أستاذ شربل، كيف يمكن للمواطن، للمقيم، للشخص العادي أن يحمي نفسه سواء من الاعتداء عليه باسم الجريمة الإلكترونية أو من أن يكون هو بنفس الوقت اقترف هذه الجريمة دون أن يعلم؟ هل هناك مثلا قوانين ضابطة لهذا الفعل؟ هل هناك تعريفات محددة؟ هل هناك من إرشادات ممكن أن تعطى لعامة الناس لعدم الوقوع في هذا المأزق؟ سؤال جيد جدا دكتور. وهو الحماية، أولا حماية المجتمع تقع على عاتق الدولة، والخطوة الأولى هي التشريع ويلي هو انوجد بالقانون، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يلي نظم قطاع كان يعني في صعوبة من ضبطه. الجرائم اللي ذكرت بالقانون معظمها هي جرائم موجودة وقائمة ومعاقب عليها بقوانين أخرى بدولة قطر، إنما ما كان في وضوح على في خصوص الآلية اللي ترتكب فيها الجرائم. فإجا هالقانون ووضح الأمور التي تعنى مثلا بالبطاقات الإلكترونية. قانون العقوبات كان يحكي عن السرقة بس، مثلا السرقة تفترض فعل مادي، إنما بالبطاقة الإلكترونية ممكن تاخد بيانات أي شخص ومن بيتك تكون عم تسرق. فإجا هالقانون لحتى يوضح الأمور، وبالتالي هيدي الدرجة الأولى لحماية الأشخاص وحماية المجتمع. الشخص كيف بيحمي نفسه؟ طبعا بده يتعاطى مع الأمور الإلكترونية بمسؤولية، بده يكون مدرك كمان حقوقه وين بتبتدي وواجباته وين بتبتدي. المجتمع بالقطاع الخاص عم بيصير واعي أكتر، البنوك عم تعمل مثلا حملات توعية، بيبعتوا إيميلز، وزارة الداخلية كمان عم تاخد مبادرات بتوعي المجتمع، بتنبههم انه في امور معينه، في ايميلات، في رسائل، في تليفونات بتجيكم من برا انتبهوا عليها. طبعا المسؤوليه مسؤوليه جماعيه، والوسائل الحمايه يعني موجوده. يمكن ان نتحدث عن مسؤوليه كل شخص عما يكون على صفحته سواء فيسبوك او تويتر او كذا، هو مسؤول بشكل او باخر، يعني كما يذكر الدكتور طارق راشد من كليه القانون في جامعه قطر. طبعا هيدي يعني سبل التواصل الاجتماعي صارت واقع بواقعنا اليومي. الاطلاع على القانون بيساعد بحد كبير، وهذا اللي كنا عم نحاول نعمله اليوم، انه
نفسر شو الجرائم الإلكترونية، كيف لازم تتفاداها، شو لازم تعرف عنها لتتفاداها. فبالتالي الاطلاع على القوانين وخلق وعي وإدراك بالمجتمع أنه انتحال الصفة مثلا، تعمل فيسبوك بيج لشخص مثلا معروف بوسط معين وتظهر نفسك انك انت هو هالشخص، طبعا هيدي جريمه، وباطلاعك على القانون بتصير تعرف انك هذا الموضوع لازم تتفاديه. اذا هي مسؤوليه مشتركه. اعود الى الدكتور بشير ساعد حول موضوع الدية. يعني ذكرت ربما انه حتى خاصه في موضوع حكم الاعدام يرفع القرار، قرار القاضي الى سمو امير البلاد للتصديق عليه، وهنا قد تكون هناك مساحه من الوقت ليتراجع اولياء الدم عن المطالبه بالقصاص، او تكون هناك دفع دية. يعني السائل يسال حول هذه النقطه بالذات، وماذا عمن لا يملك الاموال لدفع الدية؟ قد يرضى اهل القتيل بالدية لكن هو لا يملك هذا المال، هل هناك من آلية معينة في دولة قطر بشكل خاص لتفادي هذه الإشكالية؟ طبعا الحقيقة القانون يعني نظم في جرائم القصاص والدية إنه إذا أصبح الحكم يعني بات وصدر بالإعدام في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار مثلا أو الترصد أو غيره، في هذه الحالة يجب عرض الأمر على يعني سمو الأمير للتصديق على الحكم. هنا طبعا لا ينفذ الحكم قبل التصديق، وبيبقى فيه متسع من الوقت لمراجعة يعني أهل القتيل اللي هو ولي الدم، وأحيانا بيبقى ولي الدم صغير السن، فبيبقى هناك برضو ميزة الانتظار وقت ما حتى يبلغ السن القانونية اللي يعرض عليه الأمر، هل يعفو، هل يقبل الدية أم لا. فهي برضو يعني دي ضمانة هامة جدا. وبالتالي إذا أصر يعني ولي الدم على القصاص فلا مناط من تنفيذ عقوبة الإعدام، أما إذا وافق بالعفو وأجره على الله في الآخرة أو قبل الدية طبعا يعني بالتأكيد هيبقى في دور اجتماعي قوي جدا لمساعدته في دفع الدية، لن يترك اجتماعيا، لكن لا توجد يعني نص قانوني يلزم جهة محددة بالتدخل، لكن المجتمع له دور اجتماعي عندما يسمع. ما في نافذة قانونية معينة ربما الدولة هي من تساعد أو تساهم أو كذا قانونا؟ لا، لكن الدولة تستطيع بالتأكيد أنها تتدخل من تلقاء نفسها، الدولة كدولة أو المجتمع. لكن حجم تطبيق قانون أو عقوبة الإعدام، هل هي يعني مساحة، هل هي نسبة عالية نسبة ضئيلة أو مفقودة إجمالا؟ يعني لا طبعا، هو الإحصائيات هي، أنا ما عنديش الإحصائيات، لكن نسمع أن هناك قضايا صدر فيها أحكام بالإعدام لكن ليست كثيرة. المجتمع القطري هو مجتمع يعني آمن في النهاية، يعني كم الجريمة ونسبتها ليس بالارتفاع اللي دخلنا في هذه الإشكالية. هي أحكام موجودة ونؤكد أنها العقوبة موجودة والأحكام تصدر بالإعدام، لأن البعض يعتقد أنها لا توجد أحكام، هناك أحكام وتنفذ إذا تم تصديق سمو الأمير عليها، لكن أحكام قليلة جدا نظرا يعني لأمان المجتمع. لكن اسمح لي، لازم عودة إلى سؤال الأستاذ يعني محمد رضوان إذا سمح لي، يعني زميلي الفاضل، خاص بخصوصية قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أم معايير دولية؟ طبعا القانون صدر وفقا لمعايير دولية، لكن القانون في أي مجتمع يلبي احتياجات هذا المجتمع، فبالتأكيد كل قانون له خصوصيته التي يجب أن يراعي المشرع عند إعداد القانون، خصوصية المجتمع، ثقافة المجتمع، تقاليد وعادات المجتمع وأعرافه. ولا أجد في مثل هذا يعني الأمر أي تعارض مع أي معايير دولية، عندما يرد في نص القانون تحديدا أنه من ضمن الجرائم إذا تم عمل موقع أو غيره أو نشر أخبار تمس بقيم المجتمع ومثله وسمعة العائلات، فهذا أمر يعني محبذ جدا، يعني يتماشى مع ضرورة أن يعكس القانون متطلبات وحاجات المجتمع في وقت ما وفي مكان محدد. وإذا ما تعارض القانون في لحظة من اللحظات مع مصلحة المجتمع المشرع موجود. نعم. المشرع هو الذي يرصد مثل هذه الأمور ويتدخل، وفي النهاية عمل بشري. نعم. والقوانين تعدل لهذا الغرض عندما يعني يتم رصد أي من هذه الأمور. شكرا. أنا يعني محرج من ضيوفنا الكرام، هناك أسئلة كثيرة، هناك أيادي ترفع، لا أدري الوقت انتهى، ها
هل هناك مجال لمساحة إضافية من الوقت؟ 5 دقائق فقط، لكن أنا سأأخذ فقط سؤالين وباختصار شديد، فقط سؤال تفضل. خلينا نبلش بالخمسة حتى نوصل على 10. نعم. السلام عليكم. سوري دكتور عثمان، دقيقة لو سمحت، يعني أنا حقيقة كنت أحاول أن أستفيد من وجود المقدم مهندي معنا، محضر له هيك يعني سؤال جميل ورائع، لكن يبدو عنده ارتباط أو شيء. لا ما فيش مشكلة، إذا كان حاب تفضل يعني 10 دقائق ما فيش مشكلة، مرحبا بك تفضل. أوكي دكتور عثمان، بالنسبة I think I will ask in English so you can translate to our participants. Being the community leader, you know, sometimes we face some issues. I know the Qatari criminal laws are excellent laws, but sometimes we feel, you know, people disappear for 3 days, 1 week, 1 month, and later, you know, we don't have any clues. Where is he? You know, he disappeared, and then we come to know that he has been under, you know, custody for some case or a criminal act. You know, by the time the family, his friends, they feel very, you know, sorry for this, you know, such situation. I think it is not a good practice for me. This is one, yeah, one thing. And the second thing, you know, in the biggest difference here in the law, criminal law, the accused has to prove that he has not done it. But in many other societies, the one who accuses the case, he has to prove the other party has done it. This is what I learned. So I don't know how you are going to, you know, answer these two things. Okay, thank you. نأخذ إجابة مباشرة، تفضل دكتور. نبدأ بالسؤال الثاني الأسهل شوية وباختصار دكتور. أبي الإثبات يقع على النيابة العامة، ويعني النيابة العامة حاضرة معنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلزام المتهم بأن يثبت دليل براءته، لأن الأصل فيه البراءة وفقا للدستور ووفقا للقانون، ولا يمكن ولا أعتقد أن يتم مثل هذه الممارسة أبدا. بالعكس، العبء الإثبات يقع على الطرف المدعي وهو في الدعوة الجنائية النيابة العامة، ولها ما لها من سلطات، ويعاونها في ذلك الضبطية القضائية، وبالتالي هناك قاضي يحمي الشرعية الإجرائية. إذا أحيلت القضية إلى المحكمة والأدلة كذا أو كذا، هناك قاضي لن يطبق إلا القانون، فإذا لم يجد في الدعوة دليل إدانة سيحكم بدرجة 100% بالبراءة، وأن الشك يفصل لمصلحة المتهم أدنى شك ولو بنسبة 1%. القضاء يعني ونعلم جيدا أن ضميره وحياده سيتجه نحو البراءة، وهي الأصل في المتهم. أما السؤال الخاص ب يعني شهر أو غيره أو كذا، أولا هو الأمر قانوني، وإن كنت يعني ده ليس معناه أتفق معه أم أختلف. هناك قانون حماية المجتمع، هو يعطي لوزير الداخلية يعني سلطة حجز أي شخص أو حبسه لمدة 3 أشهر لجرائم محددة أو معينة، نتفق أو نختلف، إن هذا قانون وغيابه بيبقى قانوني. طبعا نتمنى أن يكون أي حبس أو أي قبض أو غيره من خلال النيابة العامة، السلطة المختصة في الدولة، لكن هو قانون استثنائي موجود زي يعني ما بيوجد في يعني كل المجتمعات، قوانين استثنائية لمواجهة ظروف وحالات اضطرارية أو استثنائية، لكنه استثناء ويظل في نطاق ضيق، يعني تطبيقه في نطاق ضيق جدا، لكن النيابة العامة هي التي تباشر مثل هذه الإجراءات. يعني أريد أن أسمع رأي النيابة العامة في هذا الموضوع، وفي حال كان هناك اختفاء قصري أو غياب، ألا يجب أن يبلغ أهل أو أصدقاء هذا الشخص عن سبب اختفائه، مكان وجوده؟ أولا أنا أكاد أجزم أنه لا يوجد في دولة قطر اختفاء قصري، وهذا الكلام قد يكون سمعته ولكن لم أشاهد، يعني ممكن شخص سمع ولكن مستحيل، وأنا أجزم بهذا الشيء لا يوجد اختفاء قصري. العلة في ذلك قانون الإجراءات الجنائية، عند القبض على المتهم لابد عرض المتهم خلال 24 ساعة للنيابة العامة،
إذا لم يعرض المتهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة راح يعاقب الضابط أو الشرطة لأنها لم تعرض المتهم على النيابة العامة لمدة 24 ساعة خلال 24 ساعة. خلال 24 ساعة تحقق النيابة العامة في 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 القضية، والنيابة العامة حبس المتهم إذا رأت ذلك لظروف التحقيق، حبس لمدة 4 أيام، تجدد لمدة 4 أيام يعني بمجموع 8 أيام، ولا يجوز لها تجديد أكثر من 8 أيام إلا بموافقة القاضي، يرسل الأوراق الملف بالكامل إلى القاضي والقاضي هو اللي يجدد. زين، فهذا هذا الأمر مغالطة كبيرة في حق دولة قطر. أنت سمعت عن ذلك لكن لم تشاهده؟ لا أنا لم أسامع. هم أغلب الجاليات أو أغلب الناس يقولون قرأنا وسمعنا، ولكن أعطوني واقعة معينة لهذا الأمر لا يوجد. وأنا كلام أشدد على هذا الأمر. نعم. قانون الإجراءات الجنائية صارم، ونحن في النيابة العامة صارمين مع الشرطة، بالإضافة إلى أن النيابة العامة تفتش على السجون في أي لحظة. ممكن الآن وأنا جالس بينكم ممكن أي عضو نيابة يدخل أي سجن في أي مكان في دولة قطر ويفتش هل هذا وجود قانوني أو غير قانوني، والقانون خول لهذا هذا الأمر. شكرا، شكرا جزيلا. تفضل. ما قبل السؤال الأخير؟ نعم، أختم معك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الرفاعي، دكتورة في التربية. بالحقيقة أنا عندي سؤال من شقين. الشق الأول، نحن ندري أنه في دولة قطر هناك كثير من الجاليات ويأتون من ثقافات مختلفة ومن بيئات مختلفة ومن دول مختلفة. من المسؤول عن إعلام الناس بحقوقهم أو بالقانون يعني خصوصا بلغات مختلفة بأماكن مختلفة؟ فترى حتى المستويات الثقافية والعلمية متفاوتة جدا، فمن المسؤول؟ هل تلزم الشركات أو المؤسسات التي يعملون بها أن تعلمهم بالقانون أو تطبع منشورات أو تعطى دروس أو محاضرات؟ هل هناك في دولة قطر من يلزم ذلك؟ ثم الشق الثاني من السؤال، لو أن مثلا إنسان استخدم أو تنفيذ القانون بطريقة غير شرعية، مثلا أنا عندي معارف أو عندي ناس التففت على القانون، هل القانون يلحظ هذا الموضوع أو لا يلحظ؟ أترك الإجابة للضيوف. من يجيب على هذا السؤال؟ شو دكتور تفضل. عن السؤال الثاني، هو هناك جريمة يعني استغلال النفوذ موجودة، إذا عندك شكوى بتتقدم للنيابة العامة، النيابة العامة بتحقق فيها، تمام. هناك يعني جريمة برضو الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة، كل هذه أمور. حتى يعني عندنا بقى مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أيضا، والإعلان اللي تم أسمع وأرى وأتكلم هو دور مجتمعي، اللي لديه شكوى بيتقدم بها إلى مركز يعني مكافحة الفساد، يتوجه بها إلى النيابة العامة ويتم تحقيقها بمنتهى الشفافية. يعني الشق الأول من سؤالك ربما يجيب عنه قبل ما يعني يغادرنا مشكورا، في موضوع الشرطة المجتمعية، توعية الجاليات، إطلاعهم على القوانين وكيف يتعاملون معها. طبعا من مواد المستغرب في القانون اللي هو عدم جواز الاعتذار بالجهة بالقانون، هو مبدأ مستغر. أصلاً الأفراد هم اللي افترض أنهم يبحثون أو يسعون إلى معرفة القوانين والإجراءات. لكن مثل ما تفضلت في بعض مثلاً القوانين الخاصة اللي هي إجراءات مدنية طبيعتها، مثل حقوق العامل وواجبات العامل، يعني في طبعاً الشركات حالياً من البرامج اللي احنا نقوم فيها حالياً ننسق مع الشركات في توعية، ننسق مع الإخوان في إدارة العمل، وعندنا حملة يعني إن شاء الله قيد الإجراء في توعية مثال العمالة بما لهم من حقوق وما عليهم الالتزامات. لكن موضوع الإلزام، وجود الإلزامية، يعني أنا حد علمي ما في إلزامية بيننا، لكن هذا من باب يعني توعية العامة تقلل من مدى مخالفته للقوانين، وتقلل من مدى يعني وجود حالات مثلا إضراءات عمالية أو عدم رضا عن بعض الإجراءات نظرا لعدم علمه. لو كان عنده علم كان هو يعني كان عنده اطلاع بأن هذا له أو هذا عليه، فتقلل عندنا احنا إجراءات أخرى، تقلل عندنا نسبة الإضرابات، نسبة الخلافات العمالية لما يكون عند العامل وعي ويكون على اطلاع.
فهذه في تنسيق بيننا وبين إدارة العمل، وعند شغالين في برنامج أو حاليا نعمل في برنامج، لكن عندنا برنامج موسع إن شاء الله قريبا راح يعني نطلقه معهم، يكون من الأهداف واضحة في هذا الخصوص. شكرا المقدم أحمد زايد المهندي، شكرا جزيلا لك، وأعرف أنه عندك ارتباط فهو سيستأذن وينصرف، مشكورا ومأجورا أيضا إن شاء الله. شكرا شكرا لك أبو، شكرا لكم جميعا، حياك الله حياك الله، فرصة طيبة، حياك الله ماستر. نأخذ مداخلة أخيرة، تفضل مايكروفون يا جماعة في دقيقتين أو أكثر أو في دقيقة. ألو، جذنان الهاجري، محامي ومستشار قانوني. تفضل. وما أبناء دولة قطر اللي جيت وتشرفت. ليست مطالعة قانونية لنا، يعني لي طلع الحمد لله وفي خدمة يعني بلدي الكريم. من ناحية أنا بحب أعلق على موضوع الاستشارات القانونية. حسب القانون لا يوجد هناك إلزام على جهة معينة بتقديم استشارة قانونية إلا لأن هذا يتعارض مع قانون المحاماة، لأن لا يجوز الافتاء في القانون إلا عن طريق مكاتب المحاماة الموجودة في الدولة، إلا إذا استشارة ودية ممكن الشخص. والسبب دعونا نسأل وش السبب الحكمة من ذلك، لأن لا يجوز لأهمية القانون إلا من هو أهل له. ممكن أنا شخص غير مؤهل محامي أو مستشار قانوني يفتي لشخص معين ولو ليس أعلم فيخطئ في إجراءات وهي ضاعت عليه حقوقه. فالدكتور يعني أشاد بذلك جزاه الله خير وما قصر. من ناحية الأستاذ شرب زميلنا العزيز، هو تكلم عن صدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. واضح. هو صراحة من أحدث القوانين اللي صدرت في دولة قطر. في السابق كان ينظم هذه العملية قانون العقوبات، ولكن مع صدور هذا القانون أصبح هناك يعني قانون ينظم هذه العقوبات، بمعنى أن أي شخص الآن على أرض دولة، بمعنى أن أي شخص موجود في أرض قطر يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي لابد أنه يعرف أنه بصدور هذا القانون أصبح يكون ملتزم. على سبيل المثال الجهل لا يحمي، الجهل بالقانون لا يحمي. على الجهل لا يحمي. طيب. سابقا مثل اللي هو سواء عن طريق تواصل الاجتماعي بالبلاك بيري، اتكلم لك عن قضيه معينه وموكل عندي في المكتب اشتكى على شخص سبه عبر موقع التواصل الاجتماعي اللي هي البلاك بيري، فقال ذاك الشخص يقول مستحيل ان توصل لي، واحنا بمجرد تقديم بلاغ للشرطه مباشره او للنيابه العامه اصبح الوصول لهذا الشخص سهل بصدور هذا القانون والتحقيق معه ثم إحالته للمحكمة وأخذ جزاء. شكرا جزيلا. يعني أنا أريد أن أعتذر منكم جميعا، وشكرا لك. هناك أسئلة كثيرة لكن دائما سيف الوقت يقطع علينا هذه المتعة بلقائكم وهذه الفائدة العظيمة. في الختام يعني أود أن أشكر ضيوفي على هذه المنصة، السيد أحمد مطر الدوسري ممثل عن النيابة العامة في دولة قطر، شكرا جزيلا، رفضت ما شاء الله وأبدعت. الدكتور بشير سعد زغلول، كلية القانون في جامعة قطر، شكرا يا دكتور، أنا أرتل يعني مسائل كثيرة أضاءت عليها بشكل جيد. السيد شرب المعكرون، محام شريك بمكتب سكواير باتن بوغز للمحاماة، لبناني يعني شو بده يكون يعني في إبداع دائما. وضيفنا اللي غادرنا منذ بعض الوقت المقدم أحمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية. اسمحوا لي باسمكم أيضا أن أشكر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الدكتور الأستاذ الصديق إبراهيم النعيمي وجميع فريق العمل، وأعدكم نيابة عنهم هناك مزيد من الورشات التوضيحية والتوثيقية والتوعوية للوصول إلى أن نصل إلى المدينة الفاضلة أو الدولة الفاضلة بإذن الله. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.